جامع الفتح أحد الجوامع التي أنشئت على الطراز العثماني في مصر عام 1041 هجرية 1631 ميلادية. شيد المسجد مكان زاوية صغيرة تعرف بزاوية الفتح، كانت تقع بجوار قصر اللواء السلطاني الأمير عابدين بك أحد الأمراء العثمانيين، وقد أمر بإعادة بنائها وتحويلها إلى مسجد سمي أنذاك بمسجد عابدين بيك. في عصر الخديوي إسماعيل تم هدم القصر القديم للأمير عابدين وبني قصر عابدين الحالي، ليقع المسجد داخل سور القصر الملكي، كما تم تجديد عمارة القصر عام 1918 في عهد الملك فؤاد وسمي بمسجد الفتح الملكي. بعد ثورة يوليو 1952 تم حذف كلمة الملكي ليصبح مسجد الفتح. تخطيط الجامع عبارة عن مربع أساسي تقوم عليه قبة ألحق بها ثلاث مجموعات من المباني، بها أروقة ودهاليز وغرف تقوم بخدمة أغراض المسجد المتعددة. مكان الصلاة عبارة عن مربع متساوي الأضلاع يتوسطه أربعة أعمدة جرانيتية حمراء ضخمة زخرفت تيجانها بالرسوم والزخارف المذهبة. يقوم فوق هذه الأعمدة عقود حجرية تحصر مثلثات كروية ترتكز عليها رقبة القبة التي فتح بها 16 نافذة، ويفصل بين هذه النوافذ من الخارج 16 دعامة شيدت عليها خوذة مدببة. وقد زخرفت رقبة القبة من الداخل بزخارف كتابية تضمنت النص التأسيسي للمسجد، كما زخرفت القبة من الداخل أيضا بالنقوش المذهبة المتعددة الألوان. وقد زخرفت الجدران بست بخاريات مذهبة، وجميع أرضيات المسجد مفروشة بالرخام الدقيق والمزخرف برسوم قوامها أشكال هندسية. محراب الجامع يقع بوسط جدار القبلة، وقد زخرف تجويفه بأنواع لا مثيل لها. أما المنبر فيقع على يمين المحراب وهو مصنوع من الرخام، زخرفت ريشتيه بنقوش نباتية محفورة حفرا بارزا وطليت بالذهب. وقد اقتبس شكل المنبر وزخارفه من منبر مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة. وفي الضلع الغربي المقابل لحائط القبلة توجد دكة المبلغ التي تقوم على ثمانية أعمدة رخامية يعلوها مقصورة أعدت لصلاة السيدات، ومن ثم فقد غطيت فتحاتها بدلف من الخرط البديع. نظرا لسوء الحالة المعمارية والإنشائية للمسجد وتدهور بعض عناصره، تم إعداد مشروع ترميم متكامل أسند تنفيذه لشركة المقاولون العرب. قامت الشركة على الفور من خلال فريق عمل متخصص بتنفيذ أعمال التوثيق الفوتوغرافي للمسجد بالكامل وأعمال الرفع المساحي للواجهات. عقب ذلك بدأت أعمال الترميم المعماري بالرصد المساحي لمتابعة حركة المبنى، وكذلك عمل الجسات والسقالات للواجهات وتنظيف الواجهات الحجرية الداخلية والخارجية بالكمادات وماكينة البخار، مع تكحيل العراميس التالفة والمفقودة بالواجهات. عقب هذه المرحلة تأتي مرحلة الترميم الدقيق، حيث يقوم فريق عمل متخصص بتنظيف وترميم الزخارف الملونة بالقبب والقبوات باستخدام الفرش الناعمة مع استعمال المذيبات العضوية المخففة لإزالة الاتساخات الصعبة بكل حرص ودقة، مع استكمال الفجوات والفواصل ثم الرتوش والعزل. تم إزالة الدهانات التالفة للأبواب والشبابيك الخشبية مع علاج التالف منها، واستكمال وتقوية الشبابيك القصية ودكة المبلغ، وكذلك فك ومعالجة الأجزاء التالفة من رخام الحوائط مع حقن التجاليد الرخامية، وتنظيف الأعمدة الجرانيتية بواسطة ماكينة البخار.
كما شمل الترميم الدقيق الأوتار المعدنية للمسجد وترميم زخارفها وترميم المنبر والمحراب الرخامي، وكذلك صيانة وترميم القباب النحاسية بسطح المسجد وترميم النجف النحاسي وعزله وتركيبه. كما تعامل فريق العمل مع الأرضية الرخامية حيث تم توثيقها قبل فكها، وتسوية منسوب الصحن بميزان القامة ثم العزل وتركيب الأرضية الرخامية ثم تركيب النجف المعدني والكشافات وتركيب لوحات الكهرباء الرئيسية ونظام كاميرات المراقبة ونظام الصوتيات الداخلية والخارجية بالمسجد ونظام إنذار الحريق. إنها ملحمة فنية هندسية أشرفت عليها الدولة المصرية متمثلة في وزارة السياحة والآثار ووزارة الأوقاف، وقادها مهندسون وفنيون وعمال مهرة من أبناء مصر من المقاولون العرب ممثلين بإدارة صيانة القصور والآثار، مع الاستعانة بعدد من الإدارات التخصصية بالشركة. كل هؤلاء ساهموا في إعادة هذا الصرح العظيم لمكانته التاريخية العريقة التي تليق به.